خلينا نشوف كده مع بعض السيسي اصلا عامل حفله النهارده دي عشان يحتفل بحاجه اهم، عشان يحتفل بفلوس الامارات اللي وصلت يا جدعان، والفرح ده كله كان معمول عشانه. قال له الفلوس دخلت. اسمع شوف الفيديو ده. كان عايز اقوله باختصار هو ان البيانات اللي اتقالت من الدكتور مصطفى يمكن يتبقى بس ان احنا نقول ايه وصل كذا، عشان كده انا بدات بالكلام عشان تبقى الامور واضحه. يعني الارقام اللي احنا اعلنا دي فعلا بالفعل وصلت امبارح، والنهارده دخلت لجزء من البنك المركزي، ويوم الجمعه فيه زيه. وده من فضل ربنا. كمل يا بيه، انت ما كملتش ليه؟ كملوا، الفلوس دخلت الجمعه. اسمع كمل. وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى. الفلوس دخلت، وصلت الجمعه ودخلت البنك المركزي، انا اطمنت عليها بنفسي. الحفله دي كلها معموله لنفاق الامارات، الحفله دي كلها معموله عشان المجنون ده يلمع حذاء محمد بن زايد اللي اتقال فيه قصايد مدح من متسول، من رخيص للكفيل بتاعه. نسمع كده عبد الفتاح السيسي بيشكر حسين الجسمي ويقول له انت ما تعرفش الامارات غاليين عليا قد ايه، والشيخ محمد ده اخويا، ووجودك هنا رساله. نسمع كده يا حضراتكم. ده انا اللي بشكرك على اولا كلامك الجميل واحاسيسك الجميله. احنا فعلا اخوات حسين بدون شك. اخوات بدون شك صحيح. واحنا انت ما تعرفش اهل الامارات واديهم حبايبنا يعني، الله يكرمك، وما تعرفش الشيخ محمد ده اخويا وحبيبي يعني. الله يطول في عمرك. امال ايه، الله يطول في عمرك. فانت وجودك معانا رساله يعني. الله يكرمك. طبعا متشكر جدا، وكلام جميل، ربنا دايما نبقى مع بعض في كل خير وفي كل سلام. امين. متشكر جدا. شكرا. ايه الرخص بقى ده؟ يعني ايه الموضوع؟ لازم اشكر اخويا شقيقي الحاج محمد بن زايد. نشوف كده الفيديو برضو، نشوف نكمل مع الفيديوهات كده. وهنا لازم اوجه الشكر لاشقائنا في الامارات وعلى راسهم اخويا فخامه رئيس الدوله الشيخ محمد بن زايد، لان هو ده. انا عايز اقول لكم مش سهل ابدا ان حد يحط 35 مليار دولار في شهرين، مفيش في العالم كده. انا بتكلم بجد يعني، وده شكل من اشكال يعني المسانده والوقوف والدعم بشكل واضح، والقرار اتخذ في ثانيه ومن غير احراج ولا اي حاجه. انا بقول الكلام ده للمصريين كلها عشان الدنيا كلها بتقف جنب بعضها، واحنا اشقائنا يعني اشقائنا في الخارج دايما جنب مننا يعني. طب انت فهمني معلش، يعني هو انت بتشكره على ايه؟ هو ده مش مشروع؟ مش انتوا دخلتوا سوا في مشروع وراس الحكمه ومش عارف ايه الحكمه، بتشكره على ايه؟ وخد القرار في ثانيه، والقرار ما خدش منه وقت، وبشكره جدا على، وده شكل من اشكال الدعم والمسانده. ليه؟ ده مش مشروع؟ مش انتوا داخلين شركاء؟ دعم ومسانده في ايه؟ انت اقف كده راجل كده وقول انا دخلت مشروع شريك. يعني ايه اللي هو اصل ده شكل من اشكال الدعم، وربنا يكرمك يا نبي يجعله في عينك وفي عافيتك، الهي وانت جاي يحرسك من العين. ليه الشحاته دي؟ انت مفهمني؟ اولا انت كذاب، اولا لانك انت عمال تقول 35 مليار، هم مش 35 مليار، انت كذاب يا عبد الفتاح، هم 24 مليار، لانه ال 10 او ال 11 اللي انت بتكلم عليهم دول اصلا جزء من الدين بتاع الامارات في البنك، ودول هيطلعوا خمسه في خمسه ويخشوا في المشروع، يعني انت ما خدتش 11، انت واخد بالظبط 24 مليار. واتحداك، ليه بتقول 35 مليار؟ ليه انت وكلاب السكك طالعين 35 بتاعت ال 35؟ تعالى كده قول لي، فندها لي، هتاخد 10 في 14، وال 11 بتوع الامارات اللي جوه البنك اللي هم دين عليك هتطلعهم تسيلهم مصري وتحطهم في المشروع. يبقى انت كل اللي هيوصلك 24 مليار، 10 في 14. ايه بقى 35 دي بتجيبها منين؟
يا كذاب. سيبك من دي، بتشحت ليه منه؟ مش انت داخل مشروع، مش انت راجل داخل مشروع كده وعندك حاجات وهتاخد 35% من الارباح كده جو كده ليه بقى؟ النبي يا رب يكرمه، النبي يحبب فيك الحصى في الارض، الهي وانت جاهي ما يضرك، يبعد عنك الحسود والحقود. يا عم ارحمني، انت تربيتك في الحسين علمتك الشحاته؟ ما تطلع راجل كده وتقول لي يا جماعه ده احنا دخلنا المشروع وهو كسبان وانا كسبان. لكن النفاق ده كتير قوي، الرخص ده كتير قوي. مش مهم، مش مهم، اهو النفاق ده متعودين عليه يا عم من السيسي، اه هم عارفينه. انما هل السيسي يعني حقيقه يقدر يستغل الفرصه التي لا تعوض دي بعظمه لسانه، واللي ما بتحصلش في العالم كله، ان حد يطلع له 10 مليار دولار؟ هو قال، هو قال ده ما بتحصلش. حلو قوي، حلو. هل ممكن نثق في السيسي ان السيسي ممكن يتغير يا جماعه و10 مليار دولار؟ 10 مليار دولار يعني كام يا ولا؟ يعني فوق 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 كتير قوي. لو جيت حولتهم مصري هيبقوا كتير جدا. 10 مليار دولار دول هيبقوا انا ما اقدرش اقول الرقم لانه ما اعرفش اقوله يعني، اوكي هيبقوا كتير قوي، مش قضيه يعني. هل ممكن نثق في السيسي بقى انه انت راجل مديون، معلش يعني، وعندك شعب جعان وعندك غلى اسعار وعندك كوارث بقى، هل ممكن ترتب بقى ال 10 مليار دولار دول ونثق فيك؟ الحقيقه مش هطول عليك، السيسي رد عليا بوضوح النهارده، عملي لا مؤاخذه، وقال لي عملي ديل الكلب ما بيتعدلش حتى لو علقوا في قالب. تخيل راح طالع النهارده على الهوا وقال لي مدبولي الفلوس جات لك، ها طب يلا بقى عايزين هوبر بقى. اه والله، والله قال هوبر، هبره 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 كدبره، قال والله هبره، قال هبره، عايزين هبره لصندوق قادرون باختلاف على الهوا كده. يا جماعه الفلوس، الفلوس بتطير كانها في فرح في كرداسه، والله العظيم. المعلم محمد الجعان بيحيي وبينقط بخمسة مليون جنيه كده، الفلوس كده، مش دولة، مش دولة، ده فرح في كرداسة، حيث المعلمين الأغنياء وتجار مصر كلها بتوع الحاجات وهم بيحيوا بعض، والله ما بهزر يا جماعة. أنا شفت منظر هنا وهم بيدخلوا المواد على الأجهزة، أنا قعدت أتفرج عليه تنحت حرفيا. أنا مش هكلمك على رأي الفنان الله يرحمه إبراهيم نصر، ما تيجي نشوف لقطة من العزبة، من العزبة حرفيا، احنا قاعدين في عزبة. اتفضل بس والنبي امسك اعصابك، اتفضل. احنا خلصنا موضوع القانون بتاع الصندوق يا دكتور، مش كده؟ طب اسمح لي ان احنا اول انت جاتك بقى الفلوس، مش كده؟ مش كده يا دكتور؟ طيب يعني وتحولت لك الفلوس خلاص، وفين محافظ البنك المركزي؟ اول مره اشوفك بتضحك. طب احنا بقى يعني يا دكتور مصطفى، يعني الدكتور معيد مش موجود مش كده؟ طب الحمد لله. طب احنا يا دكتور مصطفى لازم ناخد يعني هبره نحطها في الصندوق، ها؟ لا على الهوا كده، لا على الهوا عشان تبقى خلاص. نعم. لا 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 لا، انا عارف ان التزاماتك كتير، لكن الدكتوره نيفين قاعده تقول فين مش كده يا دكتوره؟ اتفضلي استريحي، اتفضلي اتفضلي، ربنا يكرمكم ويخليكم انتوا لينا. ربنا يخليك لينا يا رب. اتفضل يا دكتور مصطفى، اتفضل قول. لا يا فندم، اللي حضرتك تؤمر بيه، اللي حضرتك تؤمر بيه على طول هيتعمل. لا بس انا لو طلبت انا بطلب كتير. حاضر، حضرتك تؤمر بيه. حاضر. ها حضرتك، اللي حضرتك تؤمر مليار يا فندم، اللي حضرتك شايفه، اللي حضرتك تؤمر انت خدت مئات المليارات. ها اللي حضرتك تؤمر يا فندم. ما احنا هنحطهم في الصندوق طبعا عشان عوايدهم تبقى تغطي يعني، فيبقى ارزه كبيره يعني، مش انت ماسك الصندوق ده؟ اي فندم. طب خلاص، ها اقول انا؟ اتفضل يا فندم. 10. حاضر يا فندم. 10 مليار، يعني اللعبه بقت كده، ميزانيه الدوله كده. انا مش، انت مش في حاجه ان اقول لك ان انا نفسي تطلع 100 مليار، مش 10 مليار. الناس دي تستحق مننا كتير جدا، 100 مليار لاخواتنا قادرون باختلاف ده. لكن طريقه التفكير دي ونظريه الحاج سعيد وتطلع كام عليك بكام؟ 10 مليار. النظريه دي يا حضرات
دمرت البلد. نظرية حلمت بالليل ان انا بعمل تفريعة فصحيت الصبح قال لي اشتغل، بهدلت البلد. نظرية الصناديق اللي بياخد فيها قرارات لوحده دمرت البلد. يا حضرات تخيلوا دي دولة، والله السعودية اللي هي بيحكمها آل سعود اللي هي دولة ملكية بتحكمها أسرة ما يحصل فيها كده، والله الكويت ما يحصل فيها كده اللي بتحكمها أسرة. يعني دي دول أنا مش بستهين بيهم، بس دول بتحكمها أسرة. تخيل ها، على تدفع كام مليار؟ لا 10 مليار. جالنا ما احنا جالنا 10 مليار دولار، فنطلع 10 مليار هنا ونطلع 10 مليار هنا ونطلع. تخيل يعني لسه ماشيين بدماغ المجنون. لما اقول لك ان انا دماغ مين شاف واحد عامل كده واحترمه، والله العظيم تخيل ان في بني ادم اتعلم وكبر وتربى وقرا وشاف افلام وسمع اغاني يحترم واحد عامل كده. هو السيسي اللي في اخر المؤتمر قال عايزين مليار لصندوق قادرين باختلاف، فجأة خلاهم 10 مليار، خلاهم 10 مليار عشان فلوس راس الحكمة. خلينا نشوف حضرات الجراف ده كده مع بعض. في الجراف ده هنعرض لكم مصر قبل وبعد اموال راس الحكمة. عايزين دعم بمليار جنيه لصندوق قادرون باختلاف، ده هو السيسي قبل. الجيش يدفع منهم 500 مليون والباقي من صناديق تحيا مصر والإسكان والتأمين الصحي وتكريم الشهداء قبل ما تيجي فلوس راس الحكمة. الكلام ده كان في 20 ديسمبر سنة 22. لما جات فلوس راس الحكمة بقى قال له عايزين هابرة يا دكتور مصطفى نحطها في صندوق قادرون. ما انت جات لك الفلوس بقى. قال له مليار جنيه يا فندم. قال له مليار يا دكتور، عايزين 10 مليار. يعني في ديسمبر 22 كان بيدور على مليار جنيه هياخد نصهم من الجيش والباقي من الصناديق التانية. لما جت فلوس راس الحكمة بقى المليار 10 مليار وكلهم من فلوس راس الحكمة. السؤال بقى للأخ إبراهيم نفخه أبو قميص بامبي بامبا، هل ده طريقة إدارة الدولة؟ السؤال لصلاح عبد الله، لحد إمتى هنفضل ماشيين بنظرية الحاج سعيد؟ حاج سعيد تاخد كبر ديشنا بكام؟ لحد امتى هنفضل ماشيين من غير لا دراسه ولا علم؟ لحد امتى هندير البلد بالشكل ده بنظريه شيخ المنصر؟ او زي ما قال الكاتب الصحفي سمير العركي، قال بالنص كده، قال الكلام ده: الحديث عن هبره العشره مليار جنيه يثير عده تساؤلات منطقيه. اولا، هل توزيع مداخيل اي دوله في العالم يتم بهذه الكيفيه، ام انه يتم وفق نظام علمي ووفق احتياجات كل قطاع في الدولة مع مراقبة مفترضة من البرلمان ولجنة الموازنة؟ ثانيا، ما طبيعة صندوق قادرون وما هي أوجه أنفاقه ليستحوذ على 10 مليار جنيه دفعة واحدة؟ ثالثا، هل يدخل الصندوق في الموازنة العامة للدولة أم أنه صندوق خاص؟ كلام محترم. ناس كثيرة جدا علقوا على كلمة هبرة بتاعت السيسي. هبرة، خلينا نسمع كلمة هبرة منه الأول يا بيبو بعد إذنك. هابرة، قال له عايزين هابرة كده، هابرة كده دكتور محمود مصطفى، هات بس عشان الناس تعرف تقف عند كلمة هابرة. أيوة العب. احنا خلصنا موضوع القانون بتاع الصندوق يا دكتور مش كده؟ طب بسمح لي ان احنا اول انت جاتك بقى الفلوس مش كده؟ مش كده يا دكتور؟ طيب يعني وتحولت لك الفلوس خلاص؟ وفين محافظ البنك المركزي؟ اول مرة اشوفك بتضحك. طب احنا بقى يعني يا دكتور مصطفى، يعني الدكتور معيد مش موجود مش كده؟ طب الحمد لله. طب احنا يا دكتور مصطفى لازم ناخد يعني هبره. بس هبره هبره، رئيس الدوله بقى له 10 سنين رئيس دوله. ما هو ده بيقعد مع مين؟ هو ومراته وعياله بيقعدوا مع مين؟ مع عباس كامل. انت فاكر بيقعد مع واحد بتاع اتيكيت مثلا؟ بيقعد مع مثقفين، مع مفكرين يعلموا ازاي يتكلم ازاي. يا راجل ده محمد عبد الوهاب كان صبي ترزي، بس بعد ما قعد مع شوقي بيه بقى محمد عبد الوهاب نموذج في الامراء، نموذج لفن الخطابه والحديث الحلو العذب. انما انت حمار هتتعلم فين؟ ناس كتير علقوا على كلمه الهبره دي
وانها لغة الهليبة. نشوف كده تعليقات الناس بقى بتقول ايه. قال لك بقى التعريف الاجرائي للهبرة هي كل كثير مغر، فمن اللحوم حتة معتبرة مغري، فمن اللحوم حتة معتبرة من بيت الكلاوي، ومن الفلوس 10 مليار دولار هبرة. اما صاحب الحساب ده قال لك السيسي عايزين هبرة يا دكتور مصطفى نحطها في الصندوق. ما تقول اللي انت عايزه يا فندم، مليار تحت امرك السيسي، مليار ايه؟ ما انت اخدت مليارات. مشهد مناسب لفيلم كوميدي، عصابة بتقسم الغنيمة ورئيس اتعود على الهبر بيهرج مع الصبي اللي ماسك الطابونة. والله انت احسنتي. احمد امين، انا ليه عايش في بلد رئيس الجمهورية فيها بيستخدم كلمة هبرة في خطاب عام؟ ليه يقول كده؟ وليه يفكر كده؟ وليه تكون دي المصطلحات الموجودة في قاموسه اصلا؟ ليه؟ هو في حد في الدنيا اصلا بيقول هبرة؟ لبنى بتقول هبرة نحطها في الصندوق، وصلت لكده؟ دي السياسات العامة في البلد؟ أي بلد؟ أما هميز بتقول لغة الخيراتية والسمسرة، هبرة سبوبة نحتاية مصلحة مرمة. هو مش شايفك غير كده يعني، كلام الهرتلة ده هو حقيقة تفكيره يا شباب. كل منير بيقول كل لما تقدم هبرة ارجع هبرتين. هبرة السيسي بتفكرك بإيه؟ هي دي لغته، زي ما قالت همس، هو لغة الخراتية. عارف الخراتية؟ اللي هم العيال اللي هي بلا شهادات دي، أو معاهم شهادات حتى، بس يروحوا يشتغلوا مع السياح في وسط البلد، يوديه مطعم، يوديه الهرم، يمشي معاه بدون أي لمرشد سياح ولا حاجة، يوفر له حشيش، يشوف له أي حتة مكنة، المهم يعني يسهل له إجراءاته. بيسموهم إحنا في مصر الخراتية. الخيرت ده القيم عنده واقعة مش موجودة أصلا، لأنه مستعد يبيع لحمه عشان ياخد من السياح دولارات. فهي هميز بتقول كده لغة الخيرتية هبرة.